السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج طبيب الأسرة. وموضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. الحقيقة ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال هو أكبر دليل على أن جهاز المناعة شغال بكفاءة عالية جدا، ولكن الأمر بيستدعي في بعض الأحيان لقلق، أو في الأسر بتقلق جدا من ارتفاع درجة الحرارة، الامر اللي بيخلي بعض الاسر تبتدي تتعالج او تبتدي تاخد بعض الادويه تديها للاطفال علشان يعالجوا هذا العرض. والحقيقه ان هو عرض وليس مرض، ولكن هو العرض اللي واضح والشيء اللي ظاهر قدام كل الاسر، بالتالي فالاسر بتبتدي تتعامل مع اللي ظاهر قدامها. لكن في احيان كتير بيبقى فيه اسباب وراء هذا العرض، الاسباب دي هي اللي بتستدعي ان احنا نلجأ ونتوجه لاستشارة طبيب الأسرة. ويسعدنا ويشرفنا النهاردة أن يكون طبيب الموجود معنا دكتور محمد عبد الفتاح سنبل. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك، شرفتنا النهاردة، وأهلا بيك، تحياتي وتحيات السادة المشاهدين لحضرتك. ده أنا اللي اتشرفت. دكتور محمد عبد الفتاح هو دكتور استشاري أطفال وحديث الولادة. نحب نعرف حضرتك يا دكتور في بداية الحلقة يعني تعريف عام كده عن ارتفاع درجة الحرارة. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اهلا بالسادة المشاهدين، ارجو بس ان انا ما اكونش ضيف تقيل عليهم. في البدايه يعني ايه الحراره، بحب اعرف الحراره او تعريف الحراره للساده المشاهدين. تعريف الحراره ديت زي ما انت حضرتك لسه بتتكلم، ليست مرض ولكن عرض، هي عرض وليست مرض. بعض الناس بيحصل لها توجس من ارتفاع درجة الحرارة، بالعكس برضو زي ما لسه حضرتك برضو لسه بتتكلم في الموضوع، معدوس الحرارة مش حاجة أو حاجة سيئة، بالعكس ده كده بيدل على إن الجهاز المناعي بتاع الطفل شغال وشغال بكفاءة كويسة. تمام. فبالتالي بيحدث تفاعل ما بين الجهاز المناعي والميكروب اللي دخل جسم الطفل وأصاب الطفل، فبالتالي ده نتيجة الرياكشن أو التفاعل اللي حصل داخل جسم الطفل. يعني ده دليل على صحة يعني صحة الطفل. طبعا. تمام يا دكتور. بالنسبة للحرارة، الحرارة دي بتاعت الطفل، بتاعت الجسم الإنسان عموما أو جسم الطفل، بالنسبة لنا نتكلم عن الطفل النهاردة، تتراوح الطبيعي أو النورمال بتاعها من 36.5 ل 37.5. اللي بيتحكم في درجة الحرارة الجسم هو جزء موجود في الجهاز العصبي المركزي يسمى اللي هو الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس بتصدر اشعاعات عصبيه او اشارات عصبيه. تمام. بيحصل في الجسم حاجه اسمها فازو دايليتيشن. فازوديليتيشن يعني اتساع في الاورده، فبالتالي بينتج عنه عرق او زياده افرازات العرق، فبالتالي بينتج نوع من التبريد الرباني في الجسم، وبالتالي بيسيطر او بيعمل كنترول على درجه الحراره في حاله حدوث المرض البسيط او في ما فيش حدوث اي مرض خالص. تمام. ده بالنسبه للحراره. يعني هو الجزء ده دكتور اللي بيعمل توازن في درجه حراره الجسم كلها. اكيد اكيد. بعض برضه عشان الساده المشاهدين ما يتخضوش، الحراره بارتفاع برضه بسيط طفيف كده في اثناء الظهيره، ده نتيجه طبيعيه خالص، وبيحصل لها برضو هبوط طفيف الصباح الباكر او منتصف. هو يعني احنا نستاذنك يا دكتور، واحنا معانا فيديو بيوضح الجزء اللي حضرتك بتتكلم عنه في هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. الجزء المسؤول عن تنظيم الحراره اللي هو في الجهاز العصبي المركزي اللي هو الهايبوثالاموس، بيصدر اشارات عصبيه فازوديليتيشن او ده، وبيحصل زياده افرازات العرق. تمام كده زي ما السادة المشاهدين شايفين اللي بيحصل. تمام يا دكتور. تمام. طيب هو درجة حرارة الجسم طبعا يعني زي ما حضرتك تفضلت هي الدرجة الطبيعية عند اي طفل او عند اي انسان اللي هي ما بتعديش ال 38 درجة. تمام. طيب طرق قياس 37.5 او 37.5. تمام. تمام. يعني لو عدت 37.5 كده دخلنا في خطورة، مرحلة خطورة يعني. لا دخلنا في مش خطورة، دخلنا كده بقت حاجة اسمها ارتفاع في درجة الحرارة. مظبوط. اللي هي بتستدعي بقى ان انا ممكن ألجأ لطبيب او ابتدي اتعامل على الامر بشكل او باخر يعني. لا مش في العادي اللي انا بلجأ لطبيب مجرد اللي ارتفع درجة الحرارة درجتين او ثلاثة
تمام. سوري بوينت 1 او بوينت 2 بوينت 3 لا خالص. امتى بقى ده لو الجلب في حدوث الحراره ديت بتتقسم او بتعتمد على نوع سن الطفل، بيعتمد على نوع او سن الطفل. لو الطفل اقل من شهرين ودرجه الحراره 38 فيما فوق ده لا ما ينفعش، لازم الام او الاب يتوجهوا لاستشاره الطبيب، لان في الفتره ديت الجهاز المناعي زي ما احنا قلنا هو اللي مسؤول عن مقاومه الميكروب، فبالتالي هو الجهاز المناعي في الفتره دي ما بيبقاش اكتمل نموه. اذا كل اسره ممكن تعرف ازاي يعني تتعامل. انا لسه هكمل لحضرتك. فبالتالي ما انا هقسمها لك اهو، ده اللي مش انا اللي قسمتها، ده دي المنظمه الامريكيه، الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال هي اللي قسمت الموضوع ده. طبعا. وهي اتكلمت عنه، احنا قلنا لغايه شهرين ده بنتكلم خلاص لازم 38 فيما فوق لازم نتوجه لاستشاره الطبيب. طيب لو من شهرين لست شهور بنتكلم في 38.3.4 ده برضو لازم نسجل، معنى كده حدوث الحراره من 38.4 فيما فوق، معنى حدوث حراره فيما فوق الرقم ده يعني وجود مرض. لا مش خطوره، في مرض ولا ويستوجب، ما احنا قلنا اتفقنا في الاول خالص عرض وليس الحراره مزبوط. عرض مزبوط. فانا لازم اعالج السبب عشان العرض ده يزول. تمام يا دكتور. من فوق بنتكلم في 39.4 لازم برضو نتوجه للطبيب ونستشيره. تمام ماشي. طيب لو الحراره از جنرال بقى السن واتيفر السن استمرت 24 ساعه والام بتعمل كمادات وبتتعامل معاها بالادويه الحراره واللبوس والحاجات دي تمام، فبالتالي لا لازم استشير الطبيب، يبقى في معنى كده برضه في حدوث حراره. لو افترضنا لدرجه الحراره سي احنا قلنا قسمناها درجه او ارقام، طب لو درجه الحراره خفيفه وبسيطه واستمرت اكتر من 24 ساعه لا برضه لازم نسترجع. طيب هنستاذن حضرتك ونروح لسؤال تاني يا دكتور. تفضل. شكرا. دكتور هو احنا يعني عايزين نعرف ايه انسب الطرق او افضل الطرق لقياس درجة الحرارة، يعني في بعض الاجهزة وفي طرق مختلفة، فانت حركت يعني ترشدنا لايه الطرق المناسبة والافضلهم. يعني هو طرق قياس الحرارة زي ما معروفة برضو، هي معروفة تقريبا لاغلب المشاهدين، عن طريق الفم وعن طريق الشرج وعن اندر ذا ارم او تحت الابط وعن طريق الاذن وعن طريق الفرنت اوف اللي هو الجبهه بتاعه مقدمه الراس. تمام. طبعا هو المور اكيوريت في موضوع قياس الحراره هو الزئبق او الجهاز الزئبقي عموما. الزئبقي تمام. والطريقه المور اكيوريت برضو عن طريق فتحه الشرج، بس دي ما بنصحش بها قوي طبعا لانها ممكن تعمل مشاكل للطفل، فده برضو يعني ايه يستحسن ان احنا ايه نبعد عنها بقدر الامكان. دي طرق قياس درجة الحرارة بالنسبة للأطفال. اللي عن طريق في ممكن الحاجة الغريبة اللي ممكن السادة المشاهدين ما يبقاش معلومة لهم، يعني اللي هي عن طريق مقدمة الرأس، عن يعني طريق اسمه جهاز اسمه سيرموميتر، ده انتاتشابل، بنحط الأشعة فوق البنفسجي. فوق البنفسجي تمام. فده بيجيب لي درجة الحرارة، وده يعني أنسب جهاز بنستخدمه احنا في عياداتنا دلوقتي. سرعة القياس درجة بسرعة، ما فيش مشاكل بالنسبة للطفل، الطفل طبعا بيبقى خايف وعنده نوع من البانيك اتاك او الرعب من الموقف والكلام، وبيبقى طبعا مريض وحرارته عالية، فبالتالي هو بيبقى مش مريح، فده اما طبعا تحت الاندر ذا ارم او تحت الابط ديت يعني طريقة طبعا ما فيش مشكلة، بس طبعا لو سي مثلا الحرارة طلعت 38.5 فبننزل نص نسبة. عن طريق فتحة الشرج طبعا تحت الابط بنزود نص بنزود نص. اما عن طريق فتحة الشرج بنقلل نص. طبعا هي الطريق تحت الابط بتبقى مشكلة، لان طبعا لازم يستمر درجة الوقت بتاعها 3 دقايق مع الطفل، زي ما احنا قلنا في الحاله بتاعته بيبقى البكاء والكلام ده تمام، فبتبقى صعبه شويه. تمام يا دكتور. طيب اذا يعني
لما نتأكد بقى ان درجة الحرارة فعلا عالية ونبتدي نتوجه للطبيب، في ايه هي حضرتك الاسباب اللي بتؤدي بقى لارتفاع درجة الحرارة؟ الاسباب دي طبعا اسباب كتيرة جدا اللي احنا مش شايفينها حضرتك ممكن ما هي دي بقى اللي احنا لما تتوجه للطبيب عشان نشوف ايه السبب عشان عالية الحرارة. الاسباب دي اسباب طبعا شائعة للناس كلها، وفي اسباب غير شائعة. بالنسبة للاسباب الشائعة للمشاهدة المشاهدين، التهابات الحلق، التهابات الشعب الهوائية، التهابات اللوزتين، التهابات القصبة الهوائية، التهابات الجهاز التنفسي عموما، التهابات الأذن الوسطى، نزلات البرد برضه ونزلات البرد معنا الجهاز التنفسي عموما يعني. بالنسبة برضه للجهاز الهضمي، التهابات الطفيلي أو التهاب الفيروسي كتير جدا. طبعا ده بيزاد درجة حرارة، ومعظم للأسف ناس كتير أو في التهاب الفيروسي يستحسن يعني، او مش ده يجب اللي ما بديش مضادات حيويه في التهاب الفيروس، لان التهاب الفيروس عمره ما يعالج بالمضادات الحيويه. وناس كتير قوي مجرد وانس اللي انا بعرف فده درجه الحفبات ده انتي بايوتيك، ده لا مزبوط. ده اللي لازم اشخص السبب عشان اعرف اعالجه. الاسباب اللي هي غير شائعه بالنسبه لل طبعا التهاب الفيروسي برضو فيها حاجات خطيره جدا قبل ما انقل عليها عن الاسباب الغير شائعه. تمام. التيفويد ده رابطه جامد وبتستمر فتره كبيره، الهربس، الحصبه، يعني دي التهابات الفيروسيه اللي هي بتبقى خطيره ولازم طبعا نعالج. الاسباب الغير شائعه بالنسبه درجة الحراره هي ممكن اعراض لادويه معينه ممكن تسبب حرارة. تمام. ممكن الأسباب برضو تطعيمات الأطفال ده وارد ينتج عنها ارتفاع درجة حرارة. صحيح. بسيط وطفيف. الأسباب خلل هرموني، ممكن يحصل خلل هرموني في الجسم فيزود درجة حرارة، ودي مش معروفة للناس كتير. زي إفرازات الغدة الدرقية. تمام. فبالتالي ممكن يسبب ارتفاع في درجة الحرارة. خلل في الجهاز المناعي اللي هو كان هيقاوم الميكروب، فبالتالي هو في خلل فالحرارة هترتفع. تمام. إفرازات الغدة ده دكتور الغدة سرطانات برضو. طبعا لا قدر الله يعني دي بتعمل برضو ارتفاع في درجة الحرارة كبير. تمام. الغده الدرقيه لو زياده افرازات تعمل درجه حراره ولا لو لا افرازات؟ ما انا لسه بقول لحضرتك استاذ عبد الناصر، درجه الحراره بتعلى في زياده الغده الخلل الهرموني، بس زياده افرازات الغده الدرقيه تي 3 وتي 4 وتي اس اتش بيبقوا زي دي. لكن في لو 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 الغده افرازاتها ضعيفه ما ده ما بيأثرش على درجه الحراره. لا 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 دي ما احنا قلنا دي بتبقى حاجات نادره او بسيطه او مش شائعه قوي، بس انا يعني بنتكلم على الاسباب العامه كلها بتاعه التمارين. طيب اذا حضرتك قلت لنا برضو ان في بعض الممارسات اللي بيلجا ليها بعض الاسر يعني في السرعه او التسرع في اخذ الانتيبيوتيك والمضادات الحيويه اول ما بيطفى ارتفاع درجه حراره. طبعا يعني حضرتك بتنصح بايه بقى؟ ان ما يبقاش فيه مضادات حيويه خالص لحد ما الجا للطبيب، ولا ايه الحاجات اللي هي دي المشكله اللي احنا بنواجهها في عياداتنا؟ دي كل بالظبط. الام بتتصل بيا انا يعني كاي الاتصالات عموما احنا كمصريين طبعا او ممكن يجي للصيدليه تقول لها خدي كذا او اعملي كذا، فده حقيقي ده بيحصل يعني. فايه اللي حضرتك تنصحنا بيه يعني عشان برضو ما نتسرعش؟ الام ازاي تتعامل مع الحراره. تمام. دي مهمه. تمام. جدا اللي هي تنزل الحراره. للاسف في امهات بتيجي وتسيب الحراره مرتفعه وتيجي العياده عشان تقول لي ايه، انا اشوف الحراره اشوف درجه الحراره. لا ده طبعا ده غلط جدا، لان طبعا احنا قلنا درجه الحراره بيأثر على خلايا المخ وممكن ندخل في حاجه اسمها التشنج الحراري. ده مشكله كبيره جدا. فبالتالي لازم تتعامل الام مع الحراره اللي هي لا تدي ادوية الحرارة عن طريق الفم او حتى احنا عارضين فيديو دكتور ان ازاي ان الام تتعامل درجة الحرارة. احنا كده شايفين في تمام الفيديو. تمام. بنعمل كمادات مهمة جدا. بنعمل كمان سواء درجة الحرارة العادية المية العادية خالص، لان في المية المثلجة لا لا خالص بالزبط. تمام. استخدام ادوية الخفاض الحرارة واكثرهم حاجه طبعا الباراسيتامول ده مهم وسيف. وسيف جدا امن ما فيش اي مشكله. تمام. ممكن نستخدم اللبوس الشرجي ده في حاله الحدوث الحراره العالي، ممكن نستخدمهم بالتبادل مع بعض يعني مره ادي لبوس ومره ادي شراب. تمام. كل 6 ساعات لو الحراره كان
لحد ما اكشف برضو عند الدكتور. ألجأ للطبيب. بحاول اهوي الغرفه اللي موجود بها الطفل، دي مهمه جدا برضو. الامهات لا الولد الولد بيبقى حاسس بدرجه الحراره عاليه عنده، فبالتالي بحاسس ببروده وتعلي درجه الحراره. لا، بحاول برضو بقدر الامكان اعمل تهويه للغرفه، احاول البسه ملابس خفيفه ويكون قطن، عشان اللي يحصل نتيجه احنا قلنا درجه الحراره لما بتحدث فبيحصل التحكم فيها عن طريق الغده بتاعت الهايبوثالاموس اللي موجوده في الجهاز المركزي. مظبوط، بيحصل تعرق. فلازم يكون في ملابس قطن وملابس قطن خفيفه. تمام. ديت الام اللي هي بتتعامل معاها. طبعا حاجه مهمه جدا كمان اللي هي تديله، تبدا تديله سوائل كتير جدا عشان يقوي الجهاز المناعي، لان هو في الحاله ديت في حدوث الحراره بيبدا يحصل له جفاف في الفم، جفاف في الشفاه. إذن يا دكتور زي ما حضرتك تفضلت، نبعد خالص عن ان احنا ندي اي مضادات حيويه كده بالخبره ولا لا، دي اللي احنا نتعامل معاها، لكن نتعامل بالامور المسلم بيها اللي احنا الكمادات، الحاجات اللي في ايدينا يعني نقدر نتعامل. ما اتوجه واستشير الطبيب زي ما احنا قلنا اتكلمنا الاول في درجات الحراره والسن الطفل مترتب على السن. تمام. اوكي يا دكتور، نستاذنك نروح لسؤال ثاني. تمام، اتفضل يا فندم. شكرا. دكتور حضرتك يعني تقدر برضو تقول لنا ايه هي العلامات الخطيرة اللي اي ام تلاحظها على الطفل فتبتدي تقلق، او ايه العلامات اللي بتبين ان الطفل دخل في مرحلة خطيرة يعني؟ العلامات دي مهمة جدا وبتبقى حاجات فيتل ومش هتتوجه، لا ده لو يعني في وقت متأخر جدا ومفيش طبيب لازم تتوجه للمستشفى، ما تستناش خالص. تمام. اللي هي بتبقى أول حاجة بتبقى في جفاف زي ما لسه كنا بنتكلم فيها، جفاف. تمام. حاد في الفم والشفاه بتاعت الطفل. زيادة ضربات القلب بسرعة كبيرة جدا، صعوبة في التنفس. تمام. ممكن يحصل فقدان بسيط للوعي الطفل. تمام. وفي حاجه اسمها الاختلال الحراري يا دكتور؟ الاختلال الحراري ده شيء يعني او حاجه مهمه جدا جدا جدا. احنا نستاذنك برضو معانا فيديو بيوضح فيه تشنجات بتصيب الاطفال لما درجه الحراره بتعلى، عايزين نعرف هو ده في الوقت ده نعمل ايه، او ايه يعني الاب والام يعملوا يعني التشنج الحراري يعني، وايه سببه وازاي نتعامل معاه. تمام. اوكي. التشنج الحراري زي ما احنا شايفين كده بيبقى عبارة عن حركة لا إرادية بتصيب الطفل في الأطراف زي ما احنا شايفين في أطرافه، سواء إيديه أو رجليه أو الاتنين مع بعض. تمام. التشنج الحراري ده يعني هو نسبته الحمد لله نسبته بسيطة جدا، يكاد تكون من 3-5% من الحالات، مش كل الحالات بيصيبها. هي خطيرة جدا التشنج الحراري. والحمد لله ما بقول حضرتك استاذ عبد الناصر اللي هو نسبته بسيطه من 3-5. التشنج الحراري ده ممكن اسبابه بتبقى اسباب مرضيه، ممكن تبقى اسباب خطيره جدا، اللي هو للاسف برضو يعني اسبابه مش معروفه كلها، بس الاسباب اللي احنا ممكن تسبب الحراره الارتفاع الحاد في درجه الحراره زي يقدر الله التهاب السحائي اللي هو بيصيب خلايا المخ، وطبعا ده فيتال جدا طبعًا. فده ممكن يعمل تشنجات حراريه زي التهاب الرئوي الحاد. ديت ممكن التهاب الفيروسي، التهاب الفيروسي ده درجه الحراره 39.5 فيما فوق 40-41، فده برضو ممكن يعمل، وخصوصا الهربس فيروس اللي هو تايب 6 ده بيعمل تشنج حراري لو صاب الطفل فبيسبب درجه حراره عاليه، تيفويد، الحصبه، ديت حاجات من اللي هي الاسباب اللي ممكن ده اسباب وراثيه بس غير معروفه السبب يعني ما لسه ما حدش قدر يعمل. والتشنج ده بيفضل قد ايه يا دكتور؟ دقيقه دقيقتين؟ ما هو انا لسه اتكلم مع حضرتك. التشنج ده نوعين اتنين، حاجه اسمها تشنج حراري بسيط اللي هو السيمبل فيبرايل سيزور. تمام. ده بتحدث مره واحده يعني ممكن تتكرر مره واحده في ال 24 ساعه في اليوم. زيدش عن 15 دقيقه في اثناء حدوث التشنج يعني. تمام. ده اللي هو التشنج الحراري البسيط. التشنج الحراري المعقد اللي هو كومبلكس فيبرايل سيزور
ده بيحدث ممكن يزيد يمكن الخطير التشنج الخطير الصعب اللي حضرتك بتقول عليه اللي باين عندنا برضه في الشاشه زي اللي شايفينه ده دلوقتي والساده المشاهدين شايفينه ده بيحدث بيحدث اكتر من 15 دقيقه ده ممكن يستمر اكتر من 15 دقيقه للاسف ممكن يتكرر في ال 24 ساعه ده بيسحبه غيبوبه يا دكتور انا شايف انه يعني بيحدث فقدان للوعي ما احنا قلت هو الاثنين يعني ممكن يحدث فقدان الوعي بس فقدان الوعي لا يتعدى في التشنج الحراري 15 دقيقة انما التشنج الحراري المعقد ده بيحدث ممكن يتعدى 15 دقيقة وللاسف ممكن يتكرر مرة او اتنين تلاتة في ال 24 ساعة اذا استمرت الحرارة فده بالنسبة للتشنج ده ما فيش شك لازم يبقى تحت رعاية طبيب طبعا عشان ده لازم طبعاً. على طول ده برضو من زي علامات الخطورة اللي احنا اتكلمنا عليها سواء الجفاف الفم او الشفاه او ضربات زيادة ضربات القلب او صعوبة التنفس او الكلام ده يمكن ده من الاسباب الاساسية اللي لازم الام تتوجه للطبيب على طول وتتعامل اللي هي تنزل الحرارة وتتوجه فورا للطبيب تمام يا دكتور هو كل سنه وحضرتك طيب انت عارف ان احنا موسم الدراسي بدا وان شاء الله داخلين على موسم الشتاء يعني فصل الشتاء فيعني حضرتك تنصح بايه بقى الاطفال طبعا في المدارس والتجمعات في المدارس فيعني بيتجمعوا في اماكن كتيره وعدد كبير فايه الحاجات اللي حضرتك تنصح بيها الاسر برضو تلجأ ليها مع الأطفال علشان يعني الوقاية خير من العلاج دايما أكيد عشان طبعاً نقي طبعاً ولادنا من إن هم يصابوا بأي عدوى أو أي حاجة من دي يعني كل سنة والسادة المشاهدين طيبين وحضرتك طيب دكتور الأول طبعا لازم الأم يعني تحاول تصحل أو تستيقظ الأطفال يعني بدري شوية عن ميعاد المدرسة ده مهم جدا اللي هو بقى في فاصل ما بين انه يصحى وانه يخرج على المدرسه تمام لان تمام. في اثناء الشتاء طبعا احنا المدارس بتبقى موجوده في فصل الشتاء تمام. فالطفل بيبقى في درجه حراره اعلى انت نايم درجه تمام. حرارته اعلى فبالتالي لو صحي يعني قبل ميعاد المدرسه بوقت بسيط وبيخرج مباشر فبيحصل حاجه اسمها درجه الحراره بتطلع من جسم الطفل للجو فبالتالي بيحصل حاجه اسمها اميونو كومبرومايز اللي هو ايه نقص في الجهاز المناعي فاي فيروس بقى حد عنده فيروس انفلونزا كح عطس جنبه فبالتالي يصاب على طول لانه بيبقى عرضه وبيبقى فريسه في الوقت ده فعشان ما يحصلش حاجه زي كده بنحاول يعني الطفل يصحى يعني يستيقظ وقت كفايه قبل ما يخرج على المدرسه يحاول يفطر وده مهم جدا الفطار ده اساسي للاسف في برضه او معظم الناس بتقع فيه ده وجبه اساسيه جدا ده بيقوي الجهاز المناعي للطفل تمام طبعا تمام. دي نصيحه مهمه جدا يا دكتور فعلا لازم الطفل يفطر قبل ما لازم لازم احنا قلنا هنصحى بدري تمام يبقى كده حاولت تمام. اعمل بالانس او معادله ما بين الجو الخارجي والجو اللي داخل البيت تمام افطر الطفل احاول البسه ملابس مناسبه للجو مش القاعده الاساسيه اللي انا ازود عدد الملابس الطفل لا خالص تمام بحاول بقى بقدر الامكان طبعا الاطفال مصروف والحاجات اللي هم ياخدوها ما يجيبوش بقى حاجات اللي هي المواد المكسبات للطعم اللي هي للاسف موجوده في عندنا كتير بصوره الاكل كبيرة. الخارجي بقى والحاجات دي مش الاكل الخارجي الحاجات اللي هي مضره ما لهاش اي لازمه اللي هي فيها نسبه مواد مكسبات غير مواد الحفظ فبالتالي بتعمل احتقانات بسيطه الاحتقانات دي ممكن تعمل التهابات والتهابات تعمل حراره فدي الحاجات اللي هي المهمه تمام برضو بعد ما يرجع من المدرسه ما يبقى درجة حرارته بتبقى عالية جاي الطفل في حركة ونشاط وحيوية بنشكرك يا دكتور على نصايحك الغالية الحقيقة يعني الوقت جري مننا وكنا عايزين نسأل حضرتك في حاجات كتير لكن إن شاء الله في حلقة جديدة أعزائي المشاهدين يعني نتوجه بالشكر للدكتور محمد عبد الفتاح سنبل استشاري الأطفال وحديث الولادة وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا يا فندم شكرا دكتور شكرا.